خلوتي، ما أمس اجتماع دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي، ويبدو أن مصير عضوية أوكرانيا في الحلف قد حسم على الأقل على المديين القريب والمتوسط. نتابع هذا التقرير ثم نعود. أمام إلحاح الرهين الدولي وتطوراته، اختتم جمع قادة حلف شمال الأطلسي قمتهم المستمرة ليومين بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس. الحلف أطلق خطط جديدة للدفاع والردع وزيادة الإنفاق الدفاعي، ومعها التزام أعضاء الكتلة العسكرية بتقديم ضمانات أمنية لكييف طويلة الأمد، ضمانات تشمل توفير عناصر من بينها المعدات العسكرية المتطورة والحديثة وتدريب وتبادل معلومات المخابرات والدفاع الإلكتروني. الضمانات والوثائق والمجالس والاجتماعات مهمة، ولكن المهمة الأكثر إلحاحاً الآن هي ضمان أسلحة كافية لأوكرانيا وللرئيس الأوكراني زيلينسكي وقواته المسلحة. على هامش القمة، أصدر قادة مجموعة دول السبع بياناً أكدوا فيه استمرار دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها. اليوم يطلق أعضاء مجموعة السبع إعلاناً مشتركاً لدعم أوكرانيا، ويوضحون أن دعمنا سيستمر طويلاً في المستقبل، وبهذا تبدأ عملية تتفاوض من خلالها كل دولة من دولنا وأي دولة أخرى ترغب في المشاركة على التزامات أمنية ثنائية طويلة الأجل مع أوكرانيا. سوف نساعد أوكرانيا على بناء دفاع قوي وقادر عبر البر والجو والبحر، والذي سيكون قوة استقرار في المنطقة وردع أي تهديدات. تعهدات وصفها الرئيس الأوكراني بالجيدة في حال تجسيدها رغم امتعاضه من شروط ضم بلاده إلى الحلف. اليوم يمكن لمجموعة السبع تأكيد هذه الضمانات الأمنية، وأعتقد أنه إذا حدث هذا فسنعمل عليه وسيكون نجاحا مهما حقا بالنسبة لنا. يمكننا القول إن نتائج القمة جيدة، ولكن إذا كانت هناك دعوة فستكون مثالية. الغرب عبر أحد أكبر أذرعه العسكرية، وإن كشف النقاب عن الضمانات الأمنية الجديدة لحماية أوكرانيا، فإنه بعيون روسيا قد وضع العالم على مقربة من حرب عالمية ثالثة. للمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف دكتور رابح العروسي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر. دكتور العروسي، أهلا بك معنا. كيف يمكن قراءة موقف الحلف بعد استبعاد انضمام أوكرانيا وفي نفس الوقت التعهد بالوقوف إلى جانبها في الحرب الدائرة؟ استمعنا في هذا التقرير لتصريح الرئيس الأمريكي الذي قال أنهم سيعملون على مساعدة أوكرانيا على بناء دفاع قوي. كيف يمكن تفسير ذلك، ولا تعتقد أن هناك نوع من التناقض؟ شكرا، صباح الخير لكم ولكل متابعين قناة الجزائر الدولية. حقيقة هذا ما كان منتظرا. لماذا؟ لأنه النقاشات داخل اجتماعات حلف الناتو بين القادة يعني توصل إلى شبه انقسام ما بين من يريد تأييد مسريع لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو وما بين معارضين أو ما تعلق بالانضمام لكن على مستقبلا أو لاحقا، يعني ليس حينا. وهذا الانقسام يعكس على أن هناك توجهين كبيرين داخل حلف الناتو، من خلال الذي كان يريدون تأييد الانضمام السريع هي بعض الدول المحسوبة على أوروبا الشرقية والتي ترى أنها مهددة من طرف روسيا. أما الكتلة الأخرى هي الكتلة الغربية، على رأسها الدول الكبرى كالولايات الأمريكية، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا. هناك تحفظات بدرجات متفاوتة حول هذا الانضمام. هذا المنطق الحقيقي اليوم الذي خرجت به هذه القمة تعكس أنه أوكرانيا لم تتوفر على الشروط الكافية لانضمامها كعضو كامل العضوية داخل حلف الناتو. ما معنى شروط انضمام كافية؟ ما تعلق بوجود نظام حكم ديمقراطي، بوجود تبني اقتصاد سوق حر، بوجود توافق عسكري، بوجود آليات مكافحة الفساد داخل أوكرانيا. إن أوكرانيا بقوسين هناك تقارير كثيرة تحدثوا على الفساد فيها، لكن المسألة تعلق أنه لو تم قبول انضمام أوكرانيا في الآن في حلف الناتو، هذا يعني هي إعلان حالة الحرب،
وما معنى هذا؟ لأنه انضمام يعني الذهاب إلى خيار تفعيل المادة الخامسة من ميثاق حفظ ناتو، وهذه المادة تتحدث على الدفاع المشترك، وإذا ذهبنا في هذا الخيار نتحدث على هو إعلان حرب كتلة الناتو ضد روسيا، ويمكن نسميها بحرب عالمية ثالثة. طيب دكتور العروسي، يبدو أن الحلف أخذ بعين الاعتبار أنه في حال انضمام أوكرانيا في الوقت الحالي مع استمرار الحرب، يعني دخول قوات الحلف طرفا مباشرا في هذه الحرب، هل هذا يعني أن الناتو اختار أن تواصل أوكرانيا الحرب نيابة عنه؟ الأكيد الآن نعم، هذا هو الخيار، الخيار الحالي، لأنه لو تم قبول أوكرانيا في الحرب مستمرة يعني دخول حلف الناتو ككل في حرب ضد روسيا، وهذا يعني حرب عالمية ثالثة بامتياز. لكن الناتو يرى أنه اليوم غير يعني الخيار غير مقبول، نذهب إلى تفعيل مادة خامسة حتى لا تضعف ثقة المجتمع الدولي في حلف الناتو من جهة، وحتى لا يفقد ضعف الثقة في من يولي الانضمام إليه، وبالتالي الإجماع وقع أنه نذهب إلى خيار ثالث أو بديل ثالث تجنبا للحرب المواجهة ما بين الناتو ككتلة واحدة ضد روسيا، وهي ما سميت وما تحدث عليها بخطة عمل انضمام أوكرانيا مستقبلا. وهذه الخطة يعني أعتقد هي كانت متوقعة في ظل يعني المعطيات الموجودة حاليا، ولو أن هذه الخطة عمليا تم العمل بها، الآن هي معمول بها في الميدان، لكن إقرارها من طرف حلف الناتو هي إقرار وترسيم على أنه دول حلف الناتو لن يتخلوا عن أوكرانيا، وترص هذه المادة أن يتم إقامة تعهدات أو التزامات فردية من دول الناتو ليس باسم الناتو، وإنما باسم دول بأسمائها بحد ذاتها، خاصة الدول الكبرى كالولايات الأمريكية، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، أن تقوم كما جاء في تقريركم أن تقدم الدعم الكافي العسكري والتكنولوجي حتى تمكن أوكرانيا من مواصلة مواجهتها ضد روسيا. طيب أي سيناريوهات تراها أكثر واقعية، يعني بعد قرار الناتو الاستمرار في دعم وتزويد كييف بالأسلحة، هل ستكون حربا مفتوحة بين الطرفين، أم أن الحلف سيعمل على تغليب كفة أوكرانيا لتسريع الحسم الميداني؟ أعتقد اليوم السيناريوهات المحتملة نوعا ما شبه ضبابية. لماذا؟ لأن هذه القناعة وهذا الخيار وهذا الدعم وهذا الالتزام الغربي من طرف بعض الدول إلى جانب أوكرانيا أدخل الغرب في دوامة أو في ورطة كبيرة، لأنه حتى لو توقفت الحرب اليوم ستؤدي إلى حروب قادمة، لأنه أي طرف ينهزم في هذه الحرب سيخلق ويصعد الروح الانتقامية لدى الآخر لكلا الأطراف الأخرى، وبالتالي اليوم أعتقد هي مواصلة بحرب بالوكالة من طرف الدول الغربية عن طريق أوكرانيا من خلال تقديم لها كل الدعم السيما العسكري واللوجستيكي والاستخباراتي لمواجهة روسيا. طيب لو عدنا دكتور العروسي لموقف تركيا وهي دولة طبعا عضو في حلف الشمال الأطلسي، كيف يمكن فهم موقفها الأخير يعني بتقبل فكرة إمكانية انضمام أوكرانيا لهذا الحلف بعد الموافقة على انضمام السويد؟ هل يعتبر ذلك تغيرا جذريا في الموقف التركي الذي بات أقرب لموقف الغرب بعدما كان يسعى للعب دور الوساطة، أم أنه يعني يقرأ اليوم على أنه تقارب من أجل تحقيق هذه الوساطة؟ أنا أعتقد بالعكس أنه الآن تركيا تشتغل بمنطق البراغماتي بامتياز، وسيما أن الدولة الوحيدة التي لديها علاقات قوية مع روسيا من جهة وعضو فاعل وقوي داخل حلف الناتو هي تركيا، وبالتالي أعتقد تركيا اليوم تريد أن تلعب على 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 الوترين من أجل أن تكون ممكن كطرف يمكن يدخل في إطار تقريب وجهة النظر، تقريب المفاوضات، تخفيف الضغط والتوتر ما بين الطرفين حتى يقوم بتسهيل يعني انضمام أوكرانيا من جهة حسب يعني ما يتعلق بالخطة المعتمدة، أو في إطار آخر حتى يمكن أنه تبقى العلاقة قوية ما بين تركيا وروسيا. ولو أن نفتح قوس هذا السياق، الغرب اليوم في المرحلة الحالية لا يريدون فعليا أن تنتهي الحرب،
فاليوم المعسكر الصناعي والمعسكر الإنتاج السلاحي داخل الغرب يحتاج إلى حرب لاستهلاك هذا المنتوج الكبير لتشتغل الآلات العسكرية باستمرار. وبالتالي أعتقد المرحلة الحالية ما دام أنه الخاسر الأكبر والمتضرر الأكبر في هذه الحرب هي أوكرانيا بامتياز، لأن هي مصلحة الأحداث، لأنها تشتغل بالوكالة، وخاصة أن الرئيس زيلينسكي وأوكرانيا انخرطت في مسار ولا يمكنها العودة في هذا المسار أو تراجع المسار، وبالتالي الآن تتحمل كل ما تبعها، وفي المقابل تريد أن تضاعف الضغط على التزامات دول غربية التي تقدم لها الدعم من أجل مواجهة روسيا. طيب هل تعتقد أن مسألة انضمام أوكرانيا من عدمها لهذا الحلف تحددها نتيجة الحرب الدائرة حاليا؟ والله أعتقد أنه اليوم إذا انضمت أوكرانيا إلى الحلف الناتو ستزداد العمليات العسكرية أكثر وأكثر، لأن روسيا كما قلت عدة منابر إعلامية أنها ترفض إقامة يعني قواعد عسكرية على حدودها، وبالتالي يعني ستشتعل الحروب ويكون العالم أو المال والمنطقة في توتر مستمر. في حال عدم انضمامها إلى الناتو في ظل الخطة الحالية الموجودة، تعتبر ممكن خطة كتعتبر كخطة بديلة، كخطة ممكن كما يشبهها بخطة نفس الشكل مع إسرائيل. إسرائيل اليوم في الشرق الأوسط هي دولة هي محمية أمريكية، لكن من خلال تقديم كل الدعم لها لتقويتها في المنطقة. لكن أوكرانيا ممكن لا يمكن تقويتها، لكن في ظل وجود روسيا أعتقد مسألة صعبة جدا جدا. الآن السيناريو المتوقع أنه العملية مستمرة إلى حين أن يتم تدمير كل القوى البنية التحتية الأوكرانية، وهذا وفق الخطة الأجندة الروسية في الحرب الحالية. طيب شكرا جزيلا لك دكتور رابح العروسي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. شكرا لكم، بالتوفيق. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام نقاش هذا الصباح، طبعا فقرتنا تبقى متواصلة إلى غاية 10 صباحا، ابقوا في متابعتنا.